أكثر ما يعتق الله فيه من النار يوم عرفة، وخير الدعاء دعاؤه يوم المباهاة، هذا اليوم العظيم الذي هو قرة عين في العام. كانت عائشة تقول رضي الله عنها: ما من يوم من السنة صومه أحب إلي من يوم عرفة. ويكفي أن تعلم أنه عزاء لغير الحاج، يعزي الله بصومه من لم يحج البيت الحرام، ولذلك يعزى من لم يحج بأمرين: أن يصوم عرفة فتكفر عامين، وأن يضحي فيمسك من شعره بعد دخول العشر مشابهة للحجيج، ويذبح هديه أو يذبح أضحيته فيغفر له مع أول إهراقة الدم، وله بكل صوفة وشعرة حسنة. هذا العزاء لمن لم يحج، أما من حج البيت